يلا السلام عليكم شباب، فيديو جديد نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب خلونا لايك على الفيديو، اللي ما مشترك خليه يشترك. وشباب ان شاء الله ما باقي لنا غير 40 أخ وندخل 10,000 مشترك. فهمتكم شباب، اشتركوا بالقناة خلينا ندخل 10,000. وما اريد اطول عليكم اكثر، خلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. ما شاء الله هذا ورد الصباح، قلت لكم اصوركم اياه الصبح على مود مفتح هواي من عنده. شوفوا ما شاء الله هذا كله مفتح، هذا كله اليوم مفتح، يعني هو يفتح الصبح ورا الظهر تبدا تنسد الورده، ويعني بالليل تنتهي، ثاني يوم يفتح غيره. هسه هذا اللونين، واكو هذا اللون، هاي بعدها ما مفتحه بس لونها يمكن هيك صفرة، هاي اصفر. انا زارع وياه اصفر، زارع قلت لكم وياه هواي الوان، بس جاي فتحن هسه بس هذا اللون، يعني الابيض وهذا ما اعرف يا لون. وردي ما ادري يا لون. خلي اشوف ايش عندنا ما عندنا بالمحميه على السريع. هذا العش اللي صورت لكم اياه بالفيديو الفات، كان اللامات بيه الفناجس ومبيضات، بيضات 3 بيضات، هاي الرابعه انا خليتها. هسه هذا انترك لما هنا بهذا العش، بس قبل لا نشوف هذا العش خلي اشوف هاي الافراخ. ما شاء الله هذني الافراخ صحه خير من الله. قلت لكم هذا احتمال مشجر، يعني تقريبا 90% مشجر هذا، وهذا عادي. بيضات بيض جواهن، بيضتين اكو. لمن هنا الفناجس بهذا العش، لمن وبيضات 3 بيضات، هاي 3 بيضات مبيضات هنا. ما ادري جاي بيضا يوميه بعش ويهجرنه، يعني هاي البيوت كلها فارغه ما لها مات لحد الان. وعدي هاي هنا بيض مال المشجر ما فاحصه، هلا فحصه هسه وياكم حتى نشوف. ما شاء الله هاي شادة، وهاي هم شادة الحمد لله. شباب هذا الوقت منا وهيك ان شاء الله البيض غصبا عليه يفقس، لان يعني الجو كلش حلو. هنا ايش عندنا؟ هاي هم صورت لكم اياها بالفيديو الفات، قلت لكم اكو هنا بيضة بعد ما بيضا فوكه. بعد ايش عندي؟ عندي هنا هذا العش كان بيه بيض اخر شيء صورت لكم اياه، مفقس واحد، هن 5 بيضات. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والله اجمل منظر هذا، ما شاء الله 5 مفقسات. هذا مفقس اليوم، هذا الصغير هذا ما شاء الله. 5 بيضات انا قلت لكم هذا العش الكبير، حتى اذا 4 بيضات يفقسن بيه. الصراحة أنا ما مجرب يعني أكثر من 4 بيضات، بس هاي أول مرة يفقسن عندي 5 أفراخ بعش واحد. حتى إذا ما يزق عليهن واحد فماكو مشكلة، حتى إذا طلعن 4 ماكو مشكلة، بس الحمد لله فقسن يعني كلهم، حتى إذا طلعن 4 من عندهن فخير وبركة. بعد إيش عندنا؟ هنا ماكو شيء جديد، هاي الأحشاش. عندي هنا بيض مال فناجس، خلي أشوفه وياكم. بسم الله ما شاء الله، هذا مفقس مالي 1 2 مفقسات، ما شاء الله. موسم خير على الجميع ان شاء الله. بعد ما دام ذن مفقسات خلي اشوف اكو هنا عندي بيض، هم عشين بيهن بيض. شباب هذا هم راح يصير فتح حشاش. وين اعتقد هنا؟ اي هذن 4 بيضات، لا بعد ما مفقسات 4 بيضات ذني، ماكو فقسات. وعدي هنا بهذا العش، هذا العش بسم الله ما شاء الله هم ماكو تفقيس، بس اعتقد مو واضح عندكم، اعتقد مفقس واحد فوق يبين، مفقس واحد شباب هنا، هذا واحد مفقس. فالحمد لله والشكر ذني 3 افراخ فناجس مفقسات، هاي بداية خير ان شاء الله.
عندنا درجة الحرارة حاليا بالمحمية الساعة 9:30 الصبح 28:30. هاي الرطوبة مو مضبوطة، الرطوبة 30 بس مو مضبوطة. انا جربت الحرارة مضبوطة بهذا الجهاز بس الرطوبة مو مضبوطة. الجو كسر الحمد لله وخير من الله. فهو يراسلون ذيك الفترة من الاخوان يقولون عندنا بيض يخنق وعندنا بيض يعني ما يفقس، شاد بس ما يفقس. شباب ذيك الايام كلش حارة، يعني انا شفت ايش قد ذبيت بيض، ايش قد طلعت من المحمية بيض، كله خرب بسبب الحر. ان شاء الله منه هيك راح يبدا التفقيس، راح يبدا الموسم يعني مثل ما يقول الانتاج بقوة راح يبدا هاي الايام ان شاء الله. والتوفيق للجميع والله يرزق الجميع ان شاء الله. هاي وجبة البلابل اليوم تفاح. هاي مواد تعشيش هسه سويتها للفناجس. انا سويتها للمرة واحدة من دقيت الاحشاش لحد الان، سويتها للمرة واحدة مواد تعشيش بس سويتها لكمية كلش كبيرة. الفنجس اذا ما يترس العش مالته مواد تعشيش ما يبيض به. عندي ذنيت العش يا صورت لكم يانا بداية الفيديو هناك، متروسات ترس مواد تعشيش ومبيضات بيهن، الباقيات ما بيهن مواد تعشيش هواي فالحد الان ما بيضن بيهن. فسويت لهم هاي الكمية ان شاء الله، ومن الباكر هم اسوي بقت هاي الكمية. هذا الزوج الاصفر زيراي لحد الان ماكو شيء، ماكو بيض. الصراحه راح اخليهن فتره، اذا ما بيضن راح اطلعهن من المحميه، يعني ابيحن ونستغل مكانهن ونستغل يعني نجيب غير نوع غير صنف، نشوف ان اي شيء نجيبه مكانهن. لان انا الصراحه يعني الطير ما ينتج عندي فتره الصراحه يطير واسي من عنده كلش. ذني صار تقريبا فوق الثلاث اشهر اعتقد، اي تقريبا ثلاث اشهر صار من جبتنا، لحد الان ماكو اي انتاج. واكو معلومه هم، هن احتمال الطيور يعني كان بقفص كبير وهسه خليتهن بخانه ما جاي ينتج. فما اعرف انا الصراحه ما اقدر اخليهن بالمحميه، لان تعرفون المحميه اذا اخليها طيور كلها صغار فناجس وملكي، اذا اخليت ذني وياهن راح يخوفنهن، راح من يطير انا وياه رفرفان بجناحه راح يخوفن الطيور بالمحميه. فراح اخليهن فتره هنا ونشوف من فد شهر اعطيهن شهر، اذا ما بيضن اطلعهن من المحميه.